السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بنشتغل شوية على الأوبن ستريت ماب بيبدأ المباني تظهر 3D، وده بيسمع في مواقع كتير جدا، عدد لا نهائي من المواقع، لأن هي أوبن سورس فأي حد ممكن يعمل الموضوع ده. خلينا نجرب مثلا F4، ده موقع من المواقع وده شكل الشغل اللي موجود. هاجي هنا وأقول له F4 ماب، وتعالى مثلا نخش هنا على مصر. في اماكن كتيرة حاليا احنا شغالين فيها، لكن ناخد مثال مثلا 10 مرات، لكن في اماكن كتيرة ممكن نشوفها، منهم مثلا مدينة العالمية. بص، المباني دي كلها قبل ما نشتغل كانت 0. طب نخلي بالنا ان هو ان احنا دلوقتي بالليل، فانا ممكن اقول لا خليها للصبح مثلا. ماشي. تيجي تلف كده لكل المباني 4D، فده يساعد الناس اللي هي بتصمم انها تبقى شايفة المبنى بشكل قوي. مش بس العاشر من رمضان، برضو مدينة العالمين. بالشكل دوت وكل شوية حد بيجي بيدخل معلومات أكتر، بيدخل ارتفاعات أكتر، بس الموضوع بيبقى بالنسبة له أسهل، لأن احنا حطينا البنية الأساسية. احنا دلوقتي شغالين اللي دي 0، لكن مع الوقت هنخش في حاجات أفضل بكتير. وفي برضه شغل عملناه في الصعيد، حاليا شغالين في مدن كتيرة في الصعيد، وكل ما بنلاقي وقت بنقعد نطور الطرق والحاجات دي عشان الناس تقدر انها تصمم بشكل افضل. برضو OSM Open Street Map Building اهوت، وفي ناس رفعت المباني 3D موجودة بالشكل دوت. وده لو انت عايز تعمل محاكاة للظلال، محاكاة للشمس، للرياح، لكل حاجة، بيسمع في كل البرامج، يعني مش هم الموقعين دول، يعني في مواقع كتيرة جدا بتقرا من الأوبن ستريت ماب. A3 أوبن ستريت ماب تمام. ممكن ندخل على ArcGIS أونلاين. وتيجي هنا هتلاقي بقى الليرات، بحيث لو انت عايز تظهر لير او تخفي لير معين. وده على موقع الارك جي اس الاسري، هنلاقي صفحة الاوبن ستريت ماب ويوضح التعاون بينهم بيبقى عامل ازاي. ودي الليرات مثلا، احنا اخترنا واحدة عشوائية، لكن في شغل كتير جدا موجود محتاجة يعني محاضرة لوحديها. اي برضو المباني 3D موجودة هي ظاهرة معانا، وده بيخلي الشغل سواء شركات خاصة او سواء الحكومة عايزة تبني، ده بيساعدها كتير جدا. ده شكل اشكال مختلفة للخرايط، وممكن نتحكم في الدي لايت لو انت حابب الساعة كام، وتتحكم في الويزر زي ما انت عايز. وتقدر تقيس بقى، فيعني الشغل اللي انت بتعمله وما بياخدش ثواني بيسمع الحمد لله في مواقع كتير جدا، وبيسمع حتى جوه المبنى نفسه. يعني اوبن ستريت ماب مش بيشتغل على مستوى سكيل كبير بس وخلاص، لا، كمان لو في مول كبير ممكن تقدر تعرف انهي محل اللي انت عايز تروحه وفي انهي دور والحاجات دي كلها. فده من ضمن الحاجات الخطيره وكلنا بنتعاون فيها، بحيث ان احنا ندخل كل المعلومات اللي احنا عايزينها وبتبقى الدقة اكبر. زائد ان في كذا ابلكيشن بيشتغلوا على الديسكتوب، يعني تقدر تسطبهم وتشتغل عليهم من على الكمبيوتر، زي اوبن ستريت ماب تو وورلد
تمام. وفي العاب معتمده على الاوبن ستريت ماب، في العاب كتيره بدل ما هو يعمل خريطه، لا هو اشتغل على الخريطه اللي بتاعت اوبن ستريت ماب. منهم مثلا فلايت جير، دي اقوى لعبه بتشتغل في موضوع الطيران، ولانها اوبن سورس مفتوحه ففي ناس بيستخدمها استخدامات مختلفه. تمام بالشكل ده.